طبقة المحاصصة لن تنتج حلول، طبقة المحاصصة شيئا فشيئا راح تبدي تاكل نفسها. تقدم بدأت تستشعر الخوف، لأن اليوم تقدم مثلا كم محافظ عنده أو وين مسيطر في أي محافظات، طبعا يحب يشتغل على مستوى المحافظة الواحدة، ما يحب يشتغل داخل دوائر صغيرة، وممكن يكون الكثير من المتغيرات داخل هذا القانون الانتخابي. هاي الانتخابات أكثر، يعني هي الانتخابات ممكن اللي خدمة سيدة حلموسي وعادة للواجهة بشكل سريع بعد قرار محكمة التحرير. أيضا أكو جزئية أخرى هي عدم وجود رئاسة برلمان بشكل أو بآخر قريبة لهذا المكون، ومن الممكن أن يتم توزيع الدوائر الانتخابية وفقا لحليفي القريب من المكون الفلاني آخره. هذه مشكلة نظام محاصصة، هذه الطبقة السياسية ما دامت تعمل بهذه الروحية وتستمر فهذا الموضوع لا مناص منه. هناك تغيير راح يصير، هسه ما يكون التغيير بيوم وليلة، وإحنا دائما كنا نتحدث حتى من كنا في قوة التغيير في هذا الجو السياسي هذا التجمع نتحدث على أنه بشكل أو بآخر الجمهور يوما ما راح يكون له إرادة مخالفة. تمام، بس أنا قلت لك دولة القانون تريد تعديل أو الإطار. نعم. وعندي القوى السنية متمثلة بتقدم اللي هي أكبر كتلة تريد لا الإبقاء واعترضت. طبعا قوة التشرينية وين من هذا؟ اليوم إحنا نجي نتحدث بجزئية القوى المدنية والقوى التشرينية، إحنا نتحدث عن منظومة انتخابية بالكامل، ما نتحدث فقط عن جزئية قانون. أنا بيان رأي. هو بيان الرأي. أنا اليوم إذا أتحدث برأيي بالانتخابات أنا ما جزئ العملية. أنا أتحدث في قانون انتخابات إنه في قانون الدوائر المنفردة كان هناك مشاكل وعندنا ملاحظات، في قانون سانت ليغو أيضا هذه الصيغة أيضا عندنا الكثير من الملاحظات، وأكو خروقات كبيرة كانت تحدث ما قبل دخول الصوت إلى صندوق الاقتراع. مال سياسي، ترهيب، ضغط، ناس ترمي لك بالجو ما يقدر المواطن يوصل إلى صندوق الاقتراع، أكو جو سياسي غير واضح، كثير من الارتباك، استثمار مؤسسات الدولة، كل هذه التفاصيل أنا أتحدث بمعادلة كاملة. أنا ما أتحدث وفق أهواء القوى السياسية أو الإطار أو ائتلاف إدارة الدولة، أريد بس قانون الانتخابات لأن يخدم مصلحة السياسية. هذا الموقف يخدمكم أكثر، أنتوا هذا القانون التعديل أنا يخدمني القوى المدنية أكثر. احنا ما نتحدث بهذه الطريقة، احنا نتحدث بمنظومة انتخابية. أنا أطالب ما راح أتحدث بقانون انتخابات كجزء، أنا أتحدث بمنظومة انتخابية كاملة. احنا نتحدث، احنا ناس نتحدث صعب، إن... صعب هذا راح نبقى نضغط بهذا الاتجاه. اليوم احنا من تصدينا العمل نفسكم طويل وكلش طويل، هم شابة واحنا بعدنا شيئا فما عندنا مشكلة.